الناس استافدوا مول الدار ما بقى عنده شي علاقة بها، حبسوه مقدميه ولا تيجيب سبع كريش يحل الدار تيطلع غير جاب برارة سينية في الرش باغي يستافد هاك دارو، ما عرفش هو باغي يبنيها يعاود يطيحها ويبنيها. واه ولادي ماشي لها منين دوينا معاك قال لي خويا دير معانا حل الدار غطيح شوف شقا وطاح السقف بلافو وخرج لينا على دار اخرى. احنا دابا الحوايج حوايجنا مهزوزين كاع فراج محيدين مع سباشق وسداد رجع الحياة بحال هكا. وهذا راه كانوا مشاو مشاو شويه ويدير باع هاد الشيء تستافد من هاد الدار والناس اللي كانوا تما استافدوا. بقات هاد الدار خاويه كطيح كل خطا طاحتنا على الديور شوف من هنا ومن الداخل والدراري الصغار كيدوزوا من هنا وداك الشيء والعيالات ودابا جاو المخزن جاو كلشي ما داروا حتى شي حاجه ماشي غير في هاد الدار حتى دار اخرى راه هي اللي ما داروا حتى شي حاجه وباقي كيرجع هنايا. ومن جا لقيت سد عليه الباب بعدا هو من جا لقيت سد عليه الباب حتى حلوا السلطه هي اللي حلوا عليه الباب الناس ما بغى يدير حتى شي حاجه هو في هاد الدار ما فهمنا فيه والو اش بغى يدير واشنو وقع راك انت الشيخ شنو وقع هنا راه الدار رابط وخاصها خاصها تحيد هاد الخصا على الاقل يبقى الدربات هما جاو ضربوا شوف الحيط كي داير راه واحد ما يقدر يدوز. حنا خويا ساكنين في هاد الدرب كنا جالسين ما بينا ما علينا واحد النهار حتى هاد الدار طاح ليها السقف اللي اونفاس معانا طاح ليها السقف نادو الناس اللي ساكنين مشاو طلعوا هبطوا استافدوا خواو الدار الناس كاملين اللي كانوا ساكنين كل دار داروا ليها الياجور صافي وخرجوا الناس مشاو بحالاتهم. حنا ملي مشاو الناس بحالاتهم حنا اللي بقينا مهددين بالخطر حيتاش الدار حنا اونفاس معاها غطيح علينا تهدمنا الدار اللي ملاصقه معاها الا مشات طاحت غتجرها. هاد الناس هادو اللي ساكنين حدانا راه اكثر من عام ونص وهما هازين الفراش ديال دارهم حيت كيدخل لهم الماء. الدار الاخرى حتى هي مكرفصين غتجرهم. البارح جاو على اساس انهم غاديين يبداو يريبوا فيها بداو كيريبوا فيها طلعوا بداو كيريبوا شويه غير شويه بداو كيريبوا جا مول الدار قال لهم حبسوا ما تريبوش انا باغا انا داري هادي باغي نصلحها ما باغيش نريبها. قلنا ليه خليها تريب بعدا حنا اللي مهددين بالخطر ولا بغيتي تعاود طلعها طلع حتى شي واحد ما غيمنعك دارك هادي حنا ماشي سوقنا فيك. دري صغير كان جاي كان غيطيح عليه كان غادي يموت وحنا بقينا جالسين كنشوفوا دارنا مشات وجات. حنا اكثر وحدين مضرورين حيتاش الحيط شقق لينا طاح لينا هنايا طرف ما خل هاد الناس اللي ملاصقين معانا دارهم كلها ضرات. هانتوما غتطلعوا غتصوروا غتشوفوا كلشي على عينيكم دازت صافي طاح الحيط مع الربعه ثاني نضنا كنا مخلوعين ما عرفناش اشنو طاح ما عرفناش اشنو طاري ما فهمنا والو. حنا المهم حنا مضرورين حنا دابا كنخرجوا الصباح كنهزوا راسنا لا تكون جايه شي حجره كندخلوا كنهزوا راسنا لا تكون جايه شي حجره. الناس ما كينعسوش اللي ملاصقين معاها ما كينعسوش مهددين بالخطر اكثر خطر حنا مهددين حنا اكثر وحدين مضرورين حنا مضرورين. الدريبه كتخرج من هنا وكتخرج من هنا الناس كيتمو جايين ما عارفين والو ناس غير دايزين ناس غير دايزين يطيح عليه شي حجره راه الحجر غير محطوط غير محطوط راه غطلعوا تشوفوا كلشي. حنا ما بغينا والو حنا بغينا حتى حاجه حنا بغيناهم يجيو يريبوها صافي حنا بغيناهم غير يجيو غير يريبوها باش حنا ما نبقاوش مضرورين. حنا ما بغينا حتى حاجه حتى حاجه ما بغيناها. مول الدار قالوا ليه الارض ديالك ريبها جيب شركه صلحها قال لك لا حكا انا قالوا لي صلحها بخمسة المليون انا ما عنديش حنا ماشي سوقنا. حنا ما تبقاش الدار تهدد فينا حنايا حنا كنوقفوا باش نحلوا الباب باش ندخلوا واقفين ومخلوعين وانا ساكنين تحت عاد تيري لا ضربات غرعده لا ضربات غرعده كلشي غيطيح. ودابا هنا هذا الشخصي عام ونص من اللي سكنت هنايا جيت بولدي صغير هاد الدار طاح فيها طريف بكل ما فيه من اي كلمه كتعني لا حياه ثاني من تنادي في هاد الناس كاينه ما خلينا ما درنا معاهم. اخر حاجه البارح غير مور الدار جا حل الدار وحنا كيطيح علينا هاد الشيء وما كاينش اللي قال لنا شي كلمه اللي غتسكتنا. مشينا جبناه طيح شويه طاح الطرف الاول الثاني الثالث طيحوا لداخل تحت السقوفه. مشيت انا للدار عند والديا حتى كيقولوا لي الناس اليسو كاينه واش انت كاينه لداخل طاح عليك الردم طاح الطرف الثالث ها هو ومع الربعه الصباح طاحوا جوج سقوفه لداخل.